السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عصام من قناة عصاميات اخباركم ايه عاملين ايه كله تمام ان شاء الله يكون كله تمام عيد سعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين قبل ما ابدا الفيديو عايز اوجه رساله مهمه اي حد بيتفرج عليا وعنده ثانويه عامه يقفل الفيديو حالا ويعمل لي ان سبسكرايب لا 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 بهزر بهزر مش ان سبسكرايب اعمل لايك واعمل سبسكرايب وقف الفيديو وروح ذاكر كده كده الفيديو على اليوتيوب هيروح فين يعني امي بتتكلم والله لا بجد والله انتوا حاليا في وقت محتاجين فيه كل ثانيه ربنا معاكم إن شاء الله تدخلوا الكليه اللي انتوا عايزينها المهم نرجع لموضوع وبما اننا في العيد وكل سنه وانتم طيبين وطبعا مفيش خروج وقاعدين في البيت فانا قلت لازم استغل هذه الفرصه واوريكم مهاراتي في الطبخ طبعا دلوقتي هيجي لي واحد ويقول لي انت بقالك فتره عمال تطبخ ايه الجديد يعني يا باشا احب اقول انا كل الفتره اللي فاتت ديت كنت بجرب بتجاز اشوف شغال ولا مش شغال عشان لو مش شغال هرجعه تاني المهم فيديو النهارده هيكون تحدي طبخ الكريب في البيت فيلا نستعد ها ايه رايكم؟ طبعا اكيد كلكم اتعودتوا على الشغل العالي دوت، طبعا انتوا مش شايفيني صح؟ لحظه واحده نظبط كده كل حاجه زي الفل. طيب عندنا بقى ايه حاجات كتيره جدا، ففي السريع كده هقول لكم معايا ايه بالظبط؟ لبن ودقيق وموز وبيض ونوتيلا واناناس وجبنه تركي او جبنه رومي وجبنه موزاريلا وكوبايه فاضيه والبتاع ديت ومغرفه واسمها ايه دي؟ مش مهم. وكاتشب ومايونيز و صدق وزيت وزيتون وخشبه وطبعاً المتجاز بتاعي اللي انا بجربه لغايه دلوقتي بس المره بقى ايه المفروض يشتغل جد يعني وهذه الطاسة بتاعة الكريب، طاسة مخصوصة لعمل الكريب، وإيه تاني ناقص وإيه تاني ناقص؟ في آه في حاجة ناقصة، لحظة واحدة، اه لقيتها لقيتها وجبت معايا مضرب علشان الكريب بقى والحركات فهتشوف النهارده شغل عالي وهتشوف بقى الشيف عصاميات لما بقى ايه بيطبخ بقى ويظبط الدنيا بيبقى بيعمل ايه وبرده في حاجه برده هقولها لكم وهي ان اي حد حابب يعرف شويه معلومات عن الكريب هتلاقوني حاطط لكم لينك الفيديو كنت عامله قبل كده في الاي اللي فوق هنا او اللي هنا كنت عامل فيديو صغير عن الكريب اللي هو كريب سيتي دوت كنت جربت فيه شويه كريبات وفي الاول خالص كده اديت نبذه مختصره عن الكريب وما هو الكريب وجاب منين الكريب ومين اخترع الكريب بقى ايه هي المكونات المخصوصه لعمل الكريب نبدا بقى في الشغل العالي عشان نعمل عجينه الكريب هنحتاج ثلاث مكونات اساسيه اول حاجه هنحتاج بيضه لبن ودقيق دي كده الحاجات الاساسيه لعمل عجينه الكريب فورى وقلم دلوقتي وابدا سجل الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي وربنا يستر طيب اول حاجه هنعملها هنجيب طبق ونجيب الكوبايه ديت الكوبايه دي طبعا انا هعملها المعيار بتاعي هجيب الكوبايه واحط كوبايه ونص من اللبن طبعا اهو لسه جديد وشغل عالي هنحط كوبايه ونص من اللبن يلا بسم الله ربنا يستر والله انا متوتر ادي كوبايه اهو وادي يعني نص كوبايه اهو يبقى كده كوبايه ونص من اللبن هنجيب بيضه و... وننزلها على اللبن بعد كده هنجيب المضرب عشان ايه عشان نضرب هنجيب المضرب بقى ونركبه يركب ازاي ده بعد كده بقى هنضرب البيض مع اللبن نقعد نضرب لغاية ما يحصل تمازج ما بين البيض واللبن يا اختي على اللبن عادي عادي وده يهمنا نكمل تمام كده كده اللبن امتزج مع البيض بنجاح المقذيل. بعد كده بقى نجيب كوبايه من الدقيق نفس المعيار اللي عملنا بيه اللبن وبعد كده بقى ايه نبدا ننزل حبه حبه ونضرب حبه حبه بحيث ايه الدقيق ما يكلكعش. نحط كده شويه دقيق نضرب نحط شويه كمان ونضرب تاني الهدوم باظت ونقعد بقى ايه نضرب كده بقى لغايه ما الدقيق يمتزج مع البيض يمتزج مع اللبن مية مية طيب بعد ما عملنا الخليط دوت هنغطيه ونسيبه لمدة نص ساعة ف... يلا نغطيه بالبتاعة ديت شغل عالي نغطي كده كويس مش عارف ليه بس انا جايب الوصفة دي من على النت نقطع دي كده اوكي نص ساعة وارجع لكم طيب نرجع تاني بعد ما سيبنا العجينة لمدة نص ساعة نشوف بقت عامله ازاي اها زي الفل شيل ده كده احنا ما بنهزرش شغلنا شغل عالي ونجيب المغرفه ناخد تقريبا كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي بصوا شغل على مية بيضة طيب ده كده شكل العجينة من قريب عجينة الكريب وهي مكونة من ثلاث حاجات كوباية ونص لبن كوباية دقيق بيضة ندخل بقى على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة عمل عجينة الكريب والمرحلة دي بصراحة مرحلة يعني ربنا يستر في عملها لأن المرحلة دي بالنسبة لي هي أصعب مرحلة نجيب ده على جنب كده ونجيب البوتاجاز ونجيب الطاسة بتاعة الكريب ونسخن البوتاجاز ونجيب زيت ندهن بيه الطاسة علشان العجينة ما تلزقش في الطاسة ندهن كده كويس من كل حته بحيث ايه ما يلزقش طبعا ان شاء الله لو الكريب دوت نجح افتح مطعم كريم ان شاء الله ندخل بقى على اصعب مرحله وهي مرحله ان احنا نحط العجينه على الطاسه وما تبص مننا وتطلع بقى ايه دايره كده محترمه وزي الفل طبعا اهم حاجه لازم الطاسه تكون سخنه قوي اوعى تكسفيني انا بقول لك اهو تقريبا كده هنحط مغرفتين او مغرفه ونص عشان تكفي الطاسه الكبيره دي هنبدا بقى ايه نشتغل شغل عالي هنمسك طاسه بايدينا كده ونحط مغرفتين او مغرفه ونص هنحط اثنين ادي واحد ونحط الثانيه ونقعد بقى ايه نمشيها كده بحيث ايه تمشي وتمسك كل حاجه الله ربنا استر شويه بس ايه كده كده كمان ايوه كده طبعا لو اول واحده باظت قشطه يعني ان شاء الله مش هتبوظ بدات اهي تتظبط وشكلها عامل ازاي يا رب ما تكسفيني يا رب نيجي بقى في المرحله الاصعب من كده وهي ان احنا المفروض نقلب هذا الشيء على الناحيه التانيه من غير ما يبوظ مني ازاي انا مش عارف بس ايه هنجرب كده ممكن نقلبه كده اللي هو نقلبه كده اللي هو في الهواء بس هينزل على وشي انا متاكد مش كده سخنه يلا بسم الله الرحمن الرحيم اقلب ايوه كده هو مقلب صح قوي بس يلا طبعا اول مره بنجرب بقت فله فله استنى اوريها من قريب ده كده شكل الكريب من قريب حاجه يعني بسم الله ما شاء الله يعني دايره الا حته ولكن مش مشكله ادينا بنجرب تعال نجيب الخشبه عشان نحط عليها العجينه عشان نبدا بقى ايه نحشيها تعال بقى كده نجيب العجينه كده سخنه سخنه طبعا اول مره ما طلعتش بالشكل المرضي ولكن ادي بنجرب نسيبها بقى ايه تبرد شويه صغيرين شايفين الشغل العالي ده كده اول مره ليا ان شاء الله تاني مره يبقى احسن من كده تعال بقى ايه نحشي الكريبايه ونشوف هنحشيها ايه اول كريبايه هعملها بالصدق هنجيب بقى ايه جبنه تركي وجبنه موزاريلا وزيتون وصدق او سجق صدق بقى ايه صدق ده معمول بالبصل والفلفل والحبشتكنات والحركات بص عامل ازاي صدق بالبصل بالفلفل بالحبشتكنات بالحركات حط بقى ايه في النص كده شوية جبنة موتزاريلا كده مش كتير عشان نعرف نقفل شوية جبنة كده ونجيب بقى ايه شوية زيتون مش كتير برضو قطعتين كده من الزيتون ونجيب الصدوق بقى نحط ايه شوية صدق حلوين كده بقى اللي قلبك يحبهم ونيجي نقفل بقى الكريباية نقفل كده عليها نوزعها صح كده في النص كده عشان القفلة تكون مظبوطة كده بعد نقفل كده طبعا دي كده طريقتي في غلق الكريب، طريقة تخلي الكريب ما يقعش منك نهائي، بص عاملة ازاي قريب؟ طريقة سهلة وبسيطة وبشكل جديد، انا يعني بنجرب، بنجرب طرق جديدة غير الطرق التقليدية، نسخن النار ونجيب شوية بقى زيت، نبدأ نجرب أول كريباية، طبعا بقى إيه كل مرة بجرب تقفيلة معينة، المرة الجاية بقى هحاول أعملها التقفيلة التقليدية فبقى دي نحطها بقى على الطاسه ونسيبها بقى ايه يعني حبه صغيرين ده كده شكل الكريب وهو بيتظبط ويتحمر ويتروق كده يعني عايزين نقلبها بقى اوبا والله انا متفائل حاسس بشغل عالي الصراحه يابا إيه اقلي عايز كده بقى ايه جبنه مع زدو... مع حركات اه ايه نطلعها طبعا نطلعها كده نحطه على بتاع طيب ده كده شكله من قريب بعد ما خلص بالتقفيله بتاعتي، اعتقد التقفيله دي طبعا احسن من تقفيله المحلات بكتير، يعني اتمنى ذلك. تعالى طيب بقى نفتحه كده من النص او من الطرف يعني ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. <applause> طيب ده كده شكل الكريب من قريب ونبدا بقى نستعد للتذوق. طيب انا متحمس جدا وخايف جدا من موضوع الكريب ده بصراحه عشان اول مره اعمل كريب ف نجيب فيها الكريب ده على جنب كده والان حان وقت التذوق نرجع تاني كريب محشو صدق وبقى وجبنه موزاريلا وتركي وحركات بقى بالنسبه للسعر سعر ايه نسيت صح ده اللي عامله مفيش سعر ولا حاجه طبعا بقى انا افتكرت حاجه وما عملتهاش طبعا اي كريب لازم له حاجتين كاتشب ومايونيز وانا نسيت احط كاتشب ومايونيز انا احط بقى كده كاتشب ومايونيز على الاول نبدا بالكاتشب عادي يا جماعه اول مره لازم نغلط نحط شويه كاتشب كده و نحط مايونيز اه افتكرت يبقى معلم اللي يعرف العلبه دي بتاعت ايه واستخدمتها قبل كده في فيديو ايه يعني لو انت تعرف العلبه دي بتاعت ايه اكتب تحت في الكومنتات المهم نحط مايونيز لازم كده كل مره انسى حاجه مش عارف ايه ده نتذوق بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ومعانا الكريب بطريقه الشيف عصاميات وربنا يوفقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بص عامل من جوه مش بطال حلو جدا الواحد محتاج كوبايه بيبسي مع الكريب ده طيب بالنسبه للطعم فالطعم بصراحه ممتاز جدا كميه الحشوه بتاعه الصدق مظبوطه عشان انت طبعا اللي عاملها فاكيد مظبوطه التجانس بتاع الجبنه التركي مع الجبنه الموزاريلا مع الصدق مع الكاتشب والمايونيز اللي انت في الاخر حطيتهم في الاخر يعني حلوين جدا بس انا بس تعقيبي على العجينه العجينه طريه جدا وهشه جدا وفي نفس الوقت عدبه طعمها عادي فانا كنت اعتقد ان احنا ممكن نضيف ملح او سكر في العجينه يكون افضل بكتير ولكن برده عندي فكره ثانيه ان هو لو العجينه دي عدبه فهي بت يخلي ان الطعم بتاع بقيه المكونات يظهر كده ويبقى هو اللي واضح والعجينه دي بس ايه يعتبر سنيده كده في النص فده وجهه نظر فلا الكريب عجبني الصراحه طعم محترم جدا الكوليكشن ده كله هقدر كده اديله تقييم مش عارف ياخد كام ياخد 10 من 10 لا ياخد 8 من 10 ادخل بقى على الحشوه اللي بعد كده وهي هتكون كريب محشوه اناناس طبعا زي ما انتم عارفين قبل كده جربنا البيتزا بالاناناس في دومينوز بيتزا فاحنا جربنا قبل كده البيتزا بالاناناس فتعال بقى المره دي نجرب الكريب بالاناناس ونشوف بقى عامل ازاي المهم نسخن هذه الطاسه فكروني بقى بالكاتشب والمايونيز عشان كل مره بنسى تعال زيت الزيت شويه طبعا برضو زي ما عملت قبل كده وانت حابب تقلل الزيت تستخدم المنديل ده في انك ايه تاخد لفه كده فتقلل كميه الزيت اللي انت ايه عايزها يعني نجهز طبعا نقلل شويه الكميه نحط مثلا واحده وربع مثلا هوبا كده يعني ان شاء الله تطلع صح ان شاء الله نجس اطراف كده دي بقى ان شاء الله هنعملها باللفه الطبيعيه بتاعت الكريب هوبا قلب 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 بص عامل ازاي حاجه يعني فله اللي فاتت طلعت تخينه دي طلعت رفيعه قوي قوي بقت عامله شبه العيش المقمر مش كريب خالص ده ولكن برضه هاكله ما يهمنيش هجربه برضه بس اعتقد كده ايه كده فله كده طيب ده كده شكلها بعد ما طلعت من النار الكريب بالشكل الرفيع دوت ودي بقى هنعملها ان شاء الله كريب اناناس هنستخدم بقى في الاناناس ايه هنستخدم زيتون وجبنه تركي مكان الموتزاريلا هخلي بس تركي وزيتون وطبعا كاتشب ومايونيز وأناناس اللي هو الكمبوت إن شاء الله تطلع حلوة بعد كده نفتح الأناناسية ده كده شكل الاناس بتاع الكمبوت مم. حلو ومسكر تعال نطلع قطعتين نحطهم في الكريب نجيب السكينة نقطعهم على نصين أعتقد نصين كفاية أو نقطعهم على أربع تربع يبقى أفضل بكتير الحشوة بقى اللي هي بتاعة المحلات المعروفة إحنا بنجيب دي كده نحطها كده ونحط في النص شوية جبنة تركي حط في النص كده شويه جيمة تركي وشويه زيتون نحط زيتون بقى باشا زيتون صح خلينا بس ايه خليها جبنه تركي بس واناناس كفايه وكاتشب ومايونيز ما اعرفش هتطلع حلوه ولا لا تعال نحط كده كام حته كده من الاناناس ونحط عليهم كاتشب ومايونيز انا حاسس انها انا بعق ولكن ادينا بنجرب ممكن يطلع اختراع حلو زي البيتزا كده بتاعت الاناناس نحط مايونيز بقى تعالى بقى نقفلها ده كده ودي اتقفل دي كده الله على الكريب وحلاوة الكريب وقفلة الكريب بص اتعلم يا حبيبي الكريب متقفل صح ولكن انا شايف الصراحة ان الطريقة الاولانية افضل بكتير في شوية كمبوت هنا نجيب طاسة نحط شوية زيت كده في النص بس كده يعتبر سخن تعالى نحط ايه الكريب نستنى بقى عليه كده ونسيبه لمدة دقيقة دقيقة ونص كده ياخد وش ده كده شكل الكريب اثناء التسخين والطهو بقى ايه نقلب بقى أبا ايه التحميره الحلوه دي شايف القلب والحركات شايف نحن نتحدى بتوع المحلات شغل عالي انا مبسوط من نفسي يعني بسم الله ما شاء الله عليا ده كده شكل الكريب بعد التظبيط والتحمير تعال بقى اوريكم الكريب من جوه عامل ازاي شايفين الاناناس مع الجبنه مع الكاتشب والمايونيز وشغل عالي والكربيه بصوا رفيعه خالص بصوا عامله ازاي؟ رفيعه رفيعه يعني مش هزار يعني شغل بيرفكتو طيب الان بقى حان وقت الحقيقه المره يلا دو بقى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يستر بسم الله ايه الطعم الغريب ده اناناس مع كاتشب ومايونيز طبعا آنس حلو وطري غريبه الصراحه مش اي حد تقبلها اعتقد اللي هو انت بتاكل جبنه تركي مع كاتشب ومايونيز مع اناناس بصراحه انا متقبلها مش وحشه خالص في برضه حاجه تانية بس ما اعرفش دي بقى ميزه ولا عيب الكريب ده مش بيشبع يعني بص عم باكل وحاسس باكل حاجه خفيفه جدا على البق مش مشبعاني خالص ده تاني كريب باكله ومش لا عايز تاني غريبه دي وده برضه انا هديله 8 من عشرة يعني ممتاز الصراحه تعال بقى ندخل على اخر كريب هنعمله النهارده والكريب ده بقى هيكون كريب تحليه تحليه اما اللي فات ده كان ايه سخن ونجيب شويه زيت ونعملهم كده في حاجه برضو عايز اقولها لكم وهي المقادير بتاعه عجينه الكريب ممكن تكفي من 3 ل 4 كريبات يعني في الرينج ده واحده اهي طبعا ايه نسقط كده على الحاجات اللي هي الـ الفاضية كده كريباية مية مية دي بقى هنحشيها نوتيلا وموز بحيث يكون ختامها مسك ندخل بقى في أصعب مرحلة وهي مرحلة القلب أوبا يلاوي أنا بوظت الدنيا خالص أيوه كده بتفضحناش بصوا عامل إزاي شغل عالي تعالى بقى كده إيه نجيب علبة النوتيلا نجيب وزاية واحدة ونفتحها ونقطع كده حتة هنا وحتة كده ونخلي دي على جنب دلوقتي تعال نطلع نجيب بقى الموزاية احنا قطعناها ونحطها في النص ونجيب النوتيلا سعرها عامل بتاع حاجة وخمسين جنيه نفتحها كده امم ريحة النوتيلا وجو النوتيلا وحلاوة النوتيلا اوكي نجيب بقى معلقة ونحط النوتيلا ده على الموز موز بالنوتيلا شايف النوتيلا عامله ازاي؟ حط يا ابني حط كتر كمان كتر مش عايز في الموز ده خالص عايز الموز يتغرق في النوتيلا بس كفايه كده كفايه امم عينها غاليه بس حلوه تعال بقى نقفل هذا الشيء بصوا بقى هنقفله ازاي؟ هنقفل دي واحده كده واحده كده ونجيب بقى دي كده حلو ونجيب ده كده بصوا يتقفل كده تعال بقى نسخن الطاسه انه الكريب بالنوتيلا نحطه بقى كده بس بالراحة بالراحة على مهلك تعال قلبه بقى اقلب ازاي بقى سخنة سخنة اتقلب بنجاح بص وش اتحمر ازاي برضو الكريبات برضو مش اي حد يعملهم لازم كده ناس معينة الموضوع صعب مش سهل البيتزا اسهل بعدين نعمل يعني فيديو عن البيتزا فكروني ايدي باظت عادي عادي هو كده شفات لازم كده ما بين فترة وفترة يتلسعوا بس اعتقد كده كفاية تعال ننزل بقى هذا الشيء شايفين شغلة عادي ايه الحلاوه دي شايفين انا مبسوط نجيب السكينه ونفتحها بقى من النص ونشوف بقى ايه نظامها الله ايه ده ايه ده ايه النوتيلا دي كلها بصوا شايفين النوتيلا مع الموزه مع الحركات انا بصراحه متحمس لها جدا جدا العجينه طريه وهشه جدا العجينه والموزه طريه والشوكولاته صحيح قوي انا متحمس لا لا مبسوط مبسوط بسم الله ندوق بسم الله امم حلو قوي المشكلة ان الكريب ده ما بيشبعش ما اعرفش ليه بصوا هنا انا بقى البهاريز بص البهاريز احلى حاجه في طبخ البيت انك انت بتحط الحاجه اللي على مزاجك يعني حته موزه طويله مصححه مع نوتيلا وشكرا تاكل وتنبسط اه بس المشكله كلها ان النوتيلا غاليه قوي يعني حرام يعني حاجه ب 50 جنيه ليه؟ مع ان انها حاجه بسيطه ولكن ممتازه الصراحه دي تاخد حلو وش ننضف بقى الكلام ده ونرجع لكم تاني تمام الحمد لله كان الكريب وظبطنا وبصراحه كده انا مبسوط جدا عشان انا حاليا دلوقتي بعيد اكتشاف نفسي ولا واحده باظت مني يعني تقريبا انا بجد كانت تجربه حلوه جدا واستمتعت بيها جدا واكيد اكيد ان شاء الله هنكررها كتير فلو انتوا عندكم اي تحديات للطبخ عايزين نعملها يا ريت تكتبوها تحت في الكومنتات وطبعا برده لو انت جربت الوصفه دي عندك في البيت عايزك كده تعملها وتصورها وتعمل لي منشن عندي على الانستجرام سيب لكم الانستجرام بتاعي تحت في اول كومنت اعمل لي فول عشان نوصل ل 10000 فولور عشان نعمل وبس كده عيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين كان معكم محمد عصام من قناه عصاميات ما تنساش شير اللايك والسبسكرايب سلام نجيب بقى ايه كبوته و وي... نحط نوتيلا على الاناناس ونشوف الاناناس بنطلع عامل ازاي يعني